يمكن كون نزلت أغنية ما كانتش غادي ديرها الضجة اللي دارت المصاحبة ديالي مع مريم في شهر العسل، حيت ما عرفتش انا كنشوفها شي حاجه عاديه، الوغ كو بزاف د البنات يمكن حيت ما عندهمش الثقه في صحاباتهم، داكشي علاش قالوا لا انا ما نديش معايا صاحبتي. اما اي وحده يعني مفاهمه مع صاحبتها وباغيتها هي تونسها راه غادي تقول عادي. يعني بالنسبه لي كانت شي حاجه جدا عاديه. كنا واحد المره في سميتو فاش كنت معاهم هنا في مراكش، هذيك الساعه يلاه تزوجوا ومشيت والبوليسي شدو، كان دار مخالفه وشدو البوليسي ويقول ليه ارى الورق ديالك، قال لي راه عندك 500 درهم، ويقول ليه خويا واش كاينه خويا مخالفه اكثر من هذه اللي جايه معايا في شهر العسل من كازا. بوليسي بقى كيضحك، قال لي ولكن مع ذلك غتخلص اخويا المخالفه. قلت ليه خويا انا نخلصها لك على هذه الهضره الزوينه اللي قلتي، هانيه خاص غير الزوج يقبل وصافي. اختي مريم راه هذاك الشيء غادي على حساب الزوج، ما نور عادي زعما الا زوجك ما بغاش تقولي لمريم ما تجيش، ما نقول لها ما تجيش، نقول لها واش انا اختي الراجل راه كلمته هي اللي عندي في الدار، ما يمكنش نطيح كلمته الارض. قال لي مريم ما تجيش صافي، ما عادش مع الهضره. في الاول كانوا كيديرونجيني هاد الانتقادات على الانستغرام، ولكن من بعد المساله كتولي مساله تعود وكل شيء غادي. اغلب الصور اللي تحطوا مثلا فيهم قبل وبعد، هذيك اللي فيهم بعد راه انا ما دايره فيها والو، وحتى قبل يعني جو بونس الناس كانوا عارفين انه انا كنت دايره شي حاجه اللي كان ديجا فيها خطا طبي، مي زعما شي حاجه اللي كنقولوا عمليه تجميليه كلمه ثقيله، ولكن هي كتكون غير تعديل بحكم انه كيكون مثلا فمك خارج، ولا كتكون لا ليفغ ما مقاداش، ولا كيكون عندك مثلا هنايا في كيكونوا عندك خطوط في جبهتك، فهادو ما كنحسبهمش انا عمليه تجميليه. كيف ما يعني الا قلنا عمليه تجميليه غنهضروا حتى على السنان حتى وعمليه تجميليه. فبزاف انتقادات وبنادم يعني غير يكفي انه من انت باغيه واحد دابا راه كيقول لك دايره مليون نبدل راس، الوغ كو كيجي داكشي غير بالاهتمام وكيجي في بزاف د الحوايج. ما دايره بوتوكس دايره لجبهتي دونك، وكل ما يعني روجوه هو ضرصه وبنادم كي يعني خليتهم يهضروا، ما عندي ما نقول لهم.